قال لك واحد امتحان وليدو مرض داه الطبيب جوزو ليكوغرافي لقاو عندو الفاتح في كرشو تاع طوموبيل قال ودي لقيناه شبيه وبالا فاتح تاع طوموبيل قالوا واش لازم قالوا باراسيوم قالوا شحال يسقام قالوا 5 ملايين قالوا لا خلي خلي عندي الدوبل السلام عليكم. رانا ولينا لكم في حلقه واحده اخرى تاع حكايتك حكايه. رانا ندور من ولايه لولايه من الشرق للشمال ومن الشمال للجنوب نعاودوا على عباد يحكوا لكم حكايات ويضحكوكم. تابعونا. قالك اختار واحد يا اخو راح للانجليز دخل تما بدا يشوف المونتاليتي الحاله كيفاش راهي الدور من مليك هكا على بالك. خطره واحد قال لولدو قال لها في الاكزامان قال لها كون ما تخدمش مليح قال لها غير نساني ايا الغدوه مداك مول الاكزامان جا كطفل هكا سقسه قال لها يادرا واش درت في الاكزامان قال لها شكون انت قال لك هذا واحد ماشي في غابه هكا ماشي و جاي يقطع عواد خرج له تمساح كبير خلا قال او سي با فري لا كاستون بيرسون برا برا برا. عرس صارت في ولايه بريمير فوا عرس صارت عندهم قال لك داروا وعده هكذا يعرضوا الناس يتعشاو قدامنا قال له عندك المرقه عوم كتعوم والطعام عبي كتعبي واللحم ربي يخلي قهوه جات قاعد عاد رمت على طول. قال لك واحد النهار ضربت زنزله في عين المكان هربوا كاع بقى غير واحد حصلوها فيه واه واه واه. قال لك واحد النهار زوج سراق بغاو يخونوا ثاني وحده الدار قال لك كوجي بوليسي واحد قول لي شمعه كوجو زوج قول لي زوج شمعات اي دخل نادوا كاع جاوا كاع البوليسيه قال له لانيفيرسير تاع جدي. قال لك خطره واحد يقلع جمليار قالوا له حبس القرايه نعطوك نص باتيمو قال لهم النص الاخر شكون يدير. واحد قاعد في جماعه يتمسخروا بيه قال لهم بلي ما نعرفش فرنسي يتمسخروا بيه ايا قال لها شي لا مو فرير ايا ما عرفهاش هو قالت له راح كيما هكا في الطاكسي قال له مانيش مليح قال له جماعه تمسخروا بيا وقالوا لي كلمه تاع فرنسي قال له هذه سهله مو فرير هي خويا قال له ردني دروك عندهم نوري لهم شكون انايا اي ردهم قال لهم سمعوا جماعه مكله تمسخروا مو فرير هي خو مول الطاكسي. احنا إذا عقدنا أو قررنا أن كانت هناك بعض ترهلات وجسدنا أن أزمة السكن في الجزائر ستبقى صامدة حتى لو سكننا مليون نسمة. قالك هنا واحد كان مريض شغل قلبو يفيبري بزاف قالك راه عند طبيب باش يجوز فيزيتا الطبيب قال له شو قال له عندك واحد المرض سبيسيال ليك تا وحدك قال له انت الموت هيد بيبيرك فما ليبي تونسي وفرنسا في صحراء جاهم مجني خلهم كل واحد يتمنى حاجة عاد ليبي خلت منها يروح روح والفرنساوي كيف كيف جاء تونسي خلو خليتني واحد يرجح. قال لك واحد راح يشري الحليب شراهم بعد ابري دوزور ولا المول الاخر قال له يا خويا انا لقيت ورايب كامل قال له اذا لقيت ورايب غير زيد لي 500. اللحم حلال حرام اللحم حمام حلال واللحم حرام اللحم لحمام حلال واللحم الحمار حرام اللحم حلال اللحم الحلال حلال اللحم الحرام حرام اللحم الحمار حلال اللحم الحمام حلال اللحم الحمار حرام اللحم الحمام حرام اللحم الحلال حرام اللحم 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 حمام حلال واللحم الحرام حرام. لو 30 وشنو هو؟ لو 30 والله ما على بالك كاك تشوف المحابس هادو ما يفكروك والو ايه المحابس هادو محابس
اي والله ما كذب لي بو لي بو هذوما اول يوم تاع المحابس اليوم العالمي تاع المحابس تاع لي بو هذوما تاع النبات اه سي بون فهمتني تما انت دوكا بمناسبه هذا اليوم واش تقدر تقول تعمل على المحابس هكذا غاديهم كذا ان شاء الله كل عام تهلاو فيهم بزاف بزاف هما يزيدونا في الجور جاردا فاهم ايا والشجره هي البيئه البيئه هي المحابس اكثر من المحابس الشجره ماشي نهارها واحد نهار المعلم كان يقري في الطلبه نتاعو والطلبه نتاعو كلهم كسلاء فقال لهم يعني انا نقول الشمس وانتم ردوا مرايا تستاعوا ودار السبوره بدا يقول الشمس ما سمحوش يهضروا من بعد كي دار لهم صابهم بيديهم يديروا هكا قال لك واحد نهار واحد حابس كان قاعد مع حابس ايوا قال له هذاك حسب روحه قاري ايوا قال له باللي الاخر قال له باللي حمار وحشي بفرنسي كيف يقولوا له قال له الاخر جيفانتيس قال لك واحد النهار جا جابات انتحر ايوا قالوا وقف عليها الشاب وقالوا لها مالكي قالت لهم قعدوا مع جنبه هو اللي غادي ينفعكم برا 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 قال لك واحد الزوج مهابط قاعدين يضربوا واحد يقول له رانا في الليل الاخر يقول له انا في النهار راحوا سقسوا واحد قالوا له انا في الليل ولا في النهار قال لهم سمحوا لي خوتي ما نسكنش هنا كاين واحد السيد كان في لا فيكول تاعو كانت معاه مو وصفام وصاب الماء دونك حبسوا في لي جوندارم في باراج قالوا اعطيني وثائق السياره شافهم من بعد قال له شكون اللي راكبين معك من قدام كانت صفام قال له هذه حبيبه الروح قال له لي زوتر قال له على يما روح الروح والاخرى قال له هذه وين ما نروح تروح قال لك واحد طلقت شعره ربلها قال لك خطره واحد دخل سوبر مارشي قال لك راح يشري واحد جامبو قال له خويا عطيني واحد جامبو دجاج قال له خويا كيف اسديه كويس ولا جدر هيا مالا كاين واحد كان يسقسي في الناس كل واحد عنده حلم يقولوا انت واش حبيت تكون في المستقبل الاخر يقول له طبيب الاخر يقول له كذا الاخر يقول له كذا واحد قال لهم انا حققت 50% من الحلم تاعي قال له علاه انت واش كنت تحلم قالوا انا كنت حاب نكون رجل اعمال قالوا اليوم راني راجل وما زالوا الاعمال بون حكايتك حكاية صح رمضانكم حكايتك حكاية شريكي حكايتك حكاية خاي حكايتك حكاية من سبدو حكايتك حكاية من بوسعادة وصح رمضانك حكايتك حكاية حكايتك حكاية من وين شريس حكايتك حكاية من تونس ورمضانكم مبروك